أعزائي طلبة الخامس الإعدادي، نحييكم في هذا الدرس عن استخدام الأدوات search و sort في unit 2 lesson 6. نبدأ بقراءة هذه النصوص التي يجب أن نطابقها مع الصور الموجودة هنا. It's so crowded and there are such long queues. مزدحمة جدا. So crowded was very long used. وهناك طوابير طويلة. إذن هذا الأي تنطبق مع هذه الصورة. وعندنا بي it's so pretty but it takes such so pretty but it takes such a long time. وهنا جميلة جدا ولكنها تستغرق وقتا طويلا. إذن هي بي see it was such a cold day that لاحظنا it was such a cold day that I wore my big coat. إذن هنا استخدمنا such في النتيجة والسبب. هنا استخدمناها للقول. لاحظ هنا إذن سي موجودة هنا في هذه الصورة جدا باردة ذات لدرجة أنني ارتديت هذا المعطف الكبير. دي أبي everything so dry is such a hot place. كل شيء جاف إنه مكان حار جدا. لاحظ هذه الصورة في وعدنا it was frightening that I couldn't watch it. كان الفيلم مرعبا لدرجة أنني لم أكمله. إذن 5E و F we had such a good time we didn't want to stop. أيضا هنا such موجودة هنا بال F 2F we had استمتعنا بوقتنا لدرجة أننا لا نريد أن نتوقف. إذن نأخذ القاعدة. لاحظ هنا استخدام so و such كيف نستخدمها. هذه هي القاعدة so adjective الصفة مثل it's so crowded إنها جدا مزدحمة. وعدنا أيضا such لاحظ such هنا such و أي أو أن أدوات النكرة ثم الصفة ثم اسم. It's such a hot place. إنه مكان حار جدا. مكان حار جدا. لاحظ هنا القاعدة مرة أخرى. لاحظ حتى نفهمها. شوف هنا so والصفة ثم نقول it's so crowded والsearch وأن واحدة من أي. طبعا الأي نعرف أداة نكرة تأتي قبل الكلمات التي تبدأ بحرف صحيح. أما أن فهي تبدأ تأتي وتدخل على الكلمات التي تبدأ بحرف ال ثم صفة ثم اسم. It's such a hot place. Present cause and result. هنا أنا ممكن نستخدمها هذه الأدوات للقول بأن بالنتيجة والسبب. It was so frightening جدا مخيف يعني الفيلم that لدرجة I couldn't watch it لدرجة ما قدرت أشاهده. It was such a cold day كان باردا يوم بارد جدا that لدرجة I wore my big coat. لاحظ هنا استخدامها في ممكن نستخدمها في النتيجة والسبب. وهنا يذكر لك قاعدة ويقول لك كمل هذه القاعدة. لاحظ هنا we can leave out ممكن أن نحذف we can leave out that إذا نضع في الفراغ that ممكن هذه that نحذفها في النتيجة والسبب. In the result close في جملة النتيجة. لاحظ هنا جملة مثال we had such a good time استمتعنا بوقتنا we didn't want to stop we didn't لم نريد أن نتوقف لأننا مستمتعين. وهنا نقدر أقول that we didn't want to stop أو أقدر أحذفها نفسي. لاحظ هنا بالجرامر and function reference صفحة 117 في student books أيضا مرة أخرى راجع عن so such. لاحظ هنا so ثم الصفة
The beach was so crowded. الساحل كان مزدحما جدا. This homework is so difficult. هذا الواجب جدا صعب. He's always so kind. جدا لطيف. And friendly. ودود. وعدنا ممكن so تجي بعدها ظرف. Adverb. مو شرط إلا صفة. He works so fast. يعملون بسرعة جدا. He was driving so dangerously. يقود بخطورة شديدة. Such وأي أن زاد أجكتف. هذه القاعدة الثانية اللي تخص such. هذا نا such أي أن وصفة ثم اسم. It's such a lovely day. إنه يوم رائع جميل. It was such an exciting film. كان فيلما مثيرا جدا. I had such a strange dream last night. كان عندي أوشاهد حلما غريبا الليلة الماضية. You can use so and such with or without that. إذا كما قلنا يمكن استخدام that في النتيجة والسبب في جملة النتيجة ممكن نستخدمها ولا. He was so angry that هنا استخدمناها. He couldn't speak. كان كلش غاضب من لدرجة إنه ما كان يقدر يحكي. It was such a boring film. كان فيلما مملا لدرجة we walked out of the cinema. خرجنا خارج السينما تركناه. وهنا قلنا نقدر نخلي ذات نحذفناه نقدر نخليها نفس الشيء. الاستخدام نستخدم سو ثم الصفة أو الظرف أو such وأي an adjective ثم اسم to exclaim. هنا نستخدمها للتعجب. إذا عندنا طريقتين نستخدمها هنا هي النتيجة والسبب. لاحظ هنا النتيجة والسبب نستخدمها. وهنا نستخدمها ممكن للتعجب الأداتين نفسهم. She is a good at painting. إنها جيدة في الرسم. She draws so well. She is such a good artist. إنه فنان رائع. أو يا له من فنان رائع. There are such beautiful paintings. إنها أو يا لها من رسومات أو لوحات رائعة. You can express cares and results with so or such and such. يمكن أيضا نعبر عن النتيجة والسبب. كما قلنا هنا استخدمناها ل exclamation. وهنا نستخدمها نتيجة وسبب. نستخدمها ممكن للنتيجة من موجودة ذات أو بدونها. نتيجة وسبب. هنا It was so hard that I couldn't sleep. كان شديدا أو صلبا جدا السرير لدرجة ذاتنا بمعنى لدرجة لم أستطع النوم. It was such a hard bed that I couldn't sleep. أيضا نفس المعنى. The weather was so bad that we decided to stay at home. تقص كان كل شيء لدرجة أن قررنا نبقى بالبيت. The work so fast that she finished in an hour. عملت بسرعة لدرجة أنها أكملت العمل خلال